مرة تانية بنرحب بكل اللي بيتابعونا، وعايزة احكي لكم على ضيفتنا اللي منورانا النهاردة. هي بطلة الكلمة الغنائية، هي شاعرة من طراز خاص جدا، وشعارها دايما لسه الأغاني ممكنة. وعلي صوتك، ومهما قابلت من تحديات هي قوية وبتردد، ولا انهزام ولا انكسار ولا خوف ولا حلم ثابت في الخلا. من خلال كلماتها قدرت ان هي تدخل كده وتتسلل لقلوب كل اللي بيحبوها، كل اللي بيحبوا الغنوة الحلوة. وقدرت كمان ان هي تحقق نجاح كبير جدا في الوسط الغنائي، كونها من الشاعرات المصريات المميزات ان ما كانتش المنفردة. محطتها كتير ما بين الشعر وكتابة الأغاني لأشهر المطربين، غير كمان الأفلام والمسرحيات. النهاردة هنسمع منها حكايات أشهر الأغاني وأهم المحطات الفنية. خلونا نرحب بضيفتنا اللي منورانا النهارده، الشاعره الكبيره كوثر مصطفى. استاذه كوثر منورانا. ربنا يخليك يا حبيبتي، ميرسي ليكي قوي، شكرا جدا بوجودك معانا. وهنتكلم بقى عن محطات كتير واغاني كتير جميله، بس يعني في الاول كده حضرتك تحكي لنا بقى موهبه الشعر والكتابه ازاي لاحظتيها، يعني ازاي لاحظتي انها موجوده عندك، وامتى قررتي انه خلاص يعني ده هيكون طريقك بقى والسكه اللي هتمتعينا فيها بالاغاني الجميله دي؟ بصي، انا ما قررتش. هي الحكايه اتفرضت عليا، يعني انا كبرت لقيتني بحب الكتابه قوي، والطريق مشي خطوه خطوه، اتخذت في السكه مش بقرار قد ما هي حاجه عارفه مفروض عليكي، هو ده كيانك، فانت مش عارفه تكوني حاجه تانية. ده من وقت المدرسه يعني وكده؟ من طفولتي وانا بحب القرايه جدا، وبقعد اكتب، ما اعرفش بكتب ايه ولا ليه، بس انا ماسكه القلم على طول، ودي اللعبه اللي انا بحب العبها من وانا صغيره. لعبتي هي دي، الناس كلها بتتسلى او الولاد كلهم بيلعبوا العاب تانية، وانا قاعده على جنب ماسكه يا اما كتاب ورايا يا اما ورقه بكتب فيها. كبرت لقيتني كده فكملت بقى. بس اكيد في حد شجعك، في حد لاحظ الموهبه دي ودعمك وايدك في القرار ده؟ الله يرحمه، جوز اختي كان استاذ هو في الجامعه في السوربون، وهو كان شاعر بس شاعر فصحى، كان بيجي عندنا ويسيب كتبه ينساها، لكن بيجي يلاقيني قرياها ويقعد يتكلم معايا فيها، فاكتشف ان انا عندي الرغبه في ان اقرا اكتر، فبدا دايما ياخدني معاه ندوات ويجيب لي كتب ويقول لي حلو، ويشرح لي حاجات، فكبرت معاه يعني. ايه اكتر الحاجات بقى اللي حضرتك فاكراها في الفتره دي يعني كتبتيها؟ هل كانت اغاني ولا كانت شعر مثلا، اشعار بقى مش متغنتش؟ في الاول كنت حابه اكتب قصه وما كانش في دماغي خالص ان انا اكتب شعر ولا اكتب اغاني، وكانت كل تجاربي ومحاولاتي في ان انا اكتب قصه. بس يعني حصل في مره كتبت جواب، بكتب جواب طلع مش جواب، طلع قصيده، فالناس كذا حد قال لي لا انت شاعره اكتر، سمعت الكلام. طب وامتى كتبتي اول اغنيه ومين اللي غناها، فاكره؟ انا بدات في المسرح مع وزاره الثقافه، وبدات مع تجارب مختلفه قوي لمخرج اسمه انتصار عبد الفتاح، بيعمل حاجه اسمها المسرح الصوتي. هو كان بيبقى دايما عنده فكره كموسيقي وعايز ينفذها من خلال الكلمه والحركه، الرقص والمزيكا، وازاي نوصل مضمون للناس. عمل مسرحي ما فيهوش الحوار فيه ما بين الفنون دول، ما بين الموسيقى وما بين الكلمه وما بين الرقصه، والفكره عماله بتتطور من ساعه ما بتبداي لحد ما بتوصلي لحاله معينه بتوصلي رسالتك من خلال الحاله دي. ايوه، فبدات معاه بعرض اسمه الدربوكه، وبعدين كملت معاه الترنيمه، وبعدين عملنا سوا مخده الكحل، ودي مسرحيه نجحت جدا، عرض نجح جدا، واتعرض في كل دول العالم تقريبا، وخد جوائز كتير قوي، وخد الجائزه الاولى في مهرجان القاهره التجريبي، المسرح التجريبي، ودي كانت البدايه. بعد كده بقى النقله كانت مع الاستاذ خيري بشاره، واغنيه يسرى، بحب قوي الاغنيه دي، جت الحراره، ايوه جميله، وعرفني على الفنان محمد منير،
في تجربة ما كملتش، فيلم ما طلعش للنور يعني. وبس بعد كده انا بعدها بفترة يعني جت الحرارة كانت قبل الشغل مع كينج محمد منير. كانت في نفس الوقت، لان انا اتعرفت على يسرى ومحمد منير في نفس الوقت، في نفس الوقت من خلال فيلم ما قدرناش نكمله، ونكون عملنا كل اغانيه ومنير غناها وسجلها فعلا، ويسرى غنت الاغنيه دي وسجلتها، بس الفيلم ما طلعش ما كملش. ومن هنا كده بقى انا كملت مع منير. ايوه، عايزين بقى نتكلم عن التعاون ما بين حضرتك والكينج طبعا محمد منير، فقولي لنا بقى يعني الرحله كده بدات بعد الفيلم اللي ما كملش، بقى ايه اللي حصل علشان نسمع عدد كبير جدا من الاغاني الرائعه الحقيقه، حوالي 25 أغنية تقريبا. هو الفيلم اللي ما كملش ده عمل لنا إحباط كلنا الحقيقة. وأنا واحدة من الناس، ظروفي اضطرتني إن أنا أمشي، سافرت خرجت من القاهرة رحت أسبانيا. ويعني كان في احتمالية إن أنا أكمل حياتي هناك. ظروف رجعتنا في أجازة للقاهرة، فلقيت محمد منير منفذ غنوة من أغانية اللي هي ساحية بداح. اول غنوه عملناها سوا سنه 94. وكان وقتها طلع قانون انه لازم المؤلف يعمل تنازل في الشهر العقاري عن الغنوه، والا المطرب ما يقدرش يغنيها. ايوه، فهو كان نفذ الغنوه خلاص وبيدور بقى على المؤلفه مش لاقيها. اسبانيا. اسبانيا بالظبط. مش موجوده. بس بالصدفه انا رجعت في نفس التوقيت ده والتقينا وتنفذت الغنوه، ولما نجحت غيرت لي مسار حياتي خالص. قررت ما اروحش اسبانيا، وقررت ان انا اكمل. ومشيت بقى الرحله دي كلها. احنا قبل ما نعرف تفاصيل بقى رحلتك مع الكينج محمد منير، عايزين نتكلم عن اغنيه جات الحراره، لانها اغنيه جديده جدا، مختلفه تماما عن كل الاشعار وكل شغلك مع منير وكل الكلمات اللي بتكتبيها لمحمد منير. فازاي حصل الاغنيه دي؟ ازاي جت الفكره دي؟ هي هنا الكتابه للدراما بتخليكي انت لازم تكتبي المطلوب بالظبط، بصرف النظر بقى هو في اي اتجاه. هي فكره السيناريست والمخرج والاثنين عايزين الغنوه بالشكل ده. بطله الفيلم يسرى كانت بنت تليفونيست. ايوه، وبتحب واحد غني، وهي عايزه تعبر عن مشاعرها. ودبلوم تجاره كل مؤهلاتها، وبتعمل تليفونيست. فازاي انت تتكلمي او تعملي غنوه بلغه البنت دي؟ البنت البسيطه دبلوم التجاره اللي حبت وبقى ايه، هتسهر وتلبس السواري وتعمل. فانا بعيش دايما لما باجي اكتب غنوه دراميه بحط نفسي مكان البطله. فكتبت بلغه دبلوم التجاره. فاكره الكلمات؟ مش فاكراها قوي. طب نسمعها، نسمعها ونفتكرها كلنا مع بعض. نسمعها ونرجع نكمل مع حضراتكم. من ايه سبلني ابن الايه؟ انا بنت عاديه، انا مش ماديه، ناداني وهعمل ايه؟ عزمني اعد في ليه ولبست له صوري. لا لا تقولش حوريه او زهره بريه، ناداني وهعمل ايه؟ يا اختي ايه جت الحراره جميلة جدا. بس هي حسين الامام الموسيقي زود طبعا يا بدا بدو تشاطه. لا، ويسرى نفسها والمخرج يعني صحيح. عارفه كده عملوا جو. ايوه، عملوا جو جامد يعني على الكلام. برضو يعني من الحاجات الجميله، نرجع بقى تاني لمحطات حضرتك مع الفنان محمد منير، لانه ما ينفعش ابدا ما ناخدهمش كده ايه يعني، نعدي على قد ما نقدر على اكبر عدد من الاغاني. يعني في عدد كبير من الاغاني، علي صوتك، حاجات كتير، بكار، حاجات كتير، مدد يا رسول الله، في بلدي البنات، يا بنتي يلي، حبه حبه، يا بنتي يلي، العالي العالي يابا، الشتا كتير كتير. يعني حضرتك قولي لنا بقى، الفكره بتجيلك الاول وبتكلميه تحكي له عليها، ولا هو مثلا بيبقى عنده فكره فبيطلب منك انك تكتبي عليها كلام، ولا ايه اللي بيحصل؟ فأول غنوة صاحي بداح أنا كنت كباها. وعرضتها عليه
وهو سابها شوية يعني أخدها بس سابها. وسافرت ورجعت زي ما قلتلك بعد فترة لقيته منفذها. بقيت الأغاني العالي العالي يابا وحط الدبلة وحط الساعة ويا بنت يلي وهي البنات كده ليه رسمة ايه حبيبتي في صفحة الكراس. كل دي كانت ألحان محمد منير حبيبها قوي وعايز يغنيها وعايز لها كلمات وعايز لها كلمات. تمام. فبدأ معايا بالعالي العالي يابا فعملتها له. يعني سمعتي اللحن الأول وبعد كده سمعت اللحن الكلمات. وكتبت عليه الكلام. ده مش أصعب؟ ده أصعب كتير. مش كده؟ أكيد طبعا. بس دي فرصة مع النجم يعني. أكيد طبعا طبعا يعني, طبعا. يعني لو هقتل نفسي هتتكتب يعني أكيد أكيد. فما كنتش جربت التجربة دي أنا قبل كده. بس لما العالي العالي يابا نجحت فهو أخد ثقة فيا شوية. فاداني بعد كده ثلاث ألحان تانيين في الألبوم اللي بعده على طول. فعلا. يا بنتي يلي ورسمة ايه تحدي برضو يعني. تحدي جامد طبعا. ويا بنتي يلي بتغزلي وفطار. يا بنتي يلي دي أغنية جميلة قوي قوي جميلة جميلة يعني الحقيقة. انت عشان تكتبي بقى فكرة وموضوع متكامل على لحن انت مقيدة بيه هنا كانت الصعوبة يعني. انت مش مسموح لك انك تخرجي كده او كده بالكلمة. وفي نفس الوقت لازم يكون عندك فكرة وتكون الفكرة دي فيها استرسال وبتوصل رسالة. بالظبط. ده مش سهل خالص انك تعمليه على المزيكا. صح. بس كان بقى شباب والتحدي ايوه طبعا والرغبة في ان انجح خلوني اقدر اعمل شغل طب كويس. طب هل هو بقى الشغل معاه كان متعب ولا كان سلس؟ وهل كان بيعمل تعديلات كتيرة ولا الدنيا كانت بتعدي؟ لا بصي هو شغل ولا مش في كل حاجة؟ لا لا هو شغل محمد منير عموما متعب. متعب ليه؟ مش هو اللي بتعبك. هو ملوش علاقة خالص. هو بيسمع الغنوة تعجبه أخدها، ما تعجبوش مش هياخدها. خلص الكلام. اوكي. مفيش حوارات يعني. عارف هو عايز ايه كتير. عارف جدا هو عايز ايه. هو المتعب انك ازاي تعملي بعد كل التاريخ اللي مشيه محمد منير ده مع مختلف. كل الاساتذه الكبار اللي هو اشتغل معاهم ازاي انت تكوني في نفس المستوى طبعا. صح. وازاي تعملي غنوة تليق بمستوى مطرب زي ده طبعا. فالصعوبة كانت هنا والتعب كان هنا. بس كان تعب لذيذ وجميل. اكيد 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 طبعا. واحنا لسه مكملين مع حضرتك يا استاذه كوثر ومكملين مع حضراتكم فقرتنا مع الشاعره الكبيره كوثر مصطفى، ولكن نطلع فاصل لرفع اذان العصر ونرجع مره ثانيه. محطة التعاون ما بين الشاعرة الكبيرة كوثر مصطفى وما بين الكينج محمد منير كانت الحقيقة محطة ثرية جدا وغنية جدا، واحنا استمتعنا بأكثر من 25 أغنية. هو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه قبل الفاصل مع الشاعرة كوثر، وكنا بنتكلم عن محمد منير وعن الأغاني، وكنا حابين نعرف برضو ايه هل في مثلا تعاون جديد ما بينك وما بين الكينج محمد منير، ولا امتى كان اخر تعاون ما بينكم؟ اخر تعاون ما بيننا كان مع مسلسل الاختيار الجزء الثاني، اغنيه زفه شهيد. الله جميله. وده كان قريب يعني. عايزه اقول لك انك يعني خليتينا كلنا نعيط. بجد الاغنيه وانا بكتبها يعني. والله. طب ايه بقى، مش هنسمع حاجه جديده قريب كده؟ ان شاء الله ربنا يسهل. ان شاء الله. يا رب. الله. يا رب. دي متروكه دايما للكنج لان هو في اختياراته ان شاء الله. ولا اعتراض. مش هقدر اتكلم. احنا يعني. احنا اللي بنستمتع. أيوة. احنا اللي بنستفيد. بالظبط. طيب ان شاء الله. عايزين برضو نروح لمحطه مهمه. و طب ايه رايك قبل ما نروح لمحطه مهمه نسمع حاجه كده، اغنيه من الاغاني اللي الاستاذه كوثر كتبتها للكينج محمد منير؟ من صور وصور السن وعارف معنى انه من قلبه روحه مصري والنيل جواه بيسري تاريخ ارضه بلاده بيجري جوا دمه من قلبه روحه مصري والنيل جواه بيسري من قلبه روحه مصري والنيل جواه بيسري من قلبه روحه مصري بعض بصراحة. أيوة. يعني احنا مستمتعين جدا يا استاذة كوثر حقيقي بوجودك وبالاغاني الجميلة اللي احنا بنسمعها دي.
نفسي. من الاغاني الحلوه برضو سويا سوم، ان انا بقى لسه كنا بنسمع جزء منها، واللفظ ده تحديدا كان لفت نظرنا كلنا لما الاغنيه نزلت، وبقينا نشوف نسال يعني ايه سويا سوم، حكايتها ايه الاغنيه دي؟ هي برضو كانت لحن من الفلكلور عند محمد منير، هو مختاره من زمان ونفسه يغنيه، واحنا احتفظنا بالمذهب اللي هو من الفلكلور. سويا سو حبيبي حبسوه، ده مش تأليفي، ده فلكلور، وانا كملت عليه بقيه الغنوه قبلهات على نفس المزيكا. فيها نفس روح الاغنيه الفلكلوريه ونفس المضمون والرساله اللي هي عايزه توصلها. سويا سو سو وات، دي اغنيه كان بيغنيها هو ده القصد منها؟ للانجليز عارفه تحيلهم أيوة كده أيوة على الامور، وعشان يوصلوا رسالتهم بيغنوا بطريقتهم، وفي نفس الوقت بيقولوا له كلمه من كلامه يعني. فاحنا خدناها واشتغلنا عليها. حلو قوي. طب وبالنسبه لاغنيه بكار، الاغنيه بتاعت بكار، هل حضرتك متعوده انك انت تكتبي اغاني للاطفال، ولا دي كان اول تجربة؟ هي دي كانت أول تجربة، بس هي بصراحة خلتني أكتب كتير. أنا عندي ديوان كامل للأطفال فعلاً. وأغاني أعتقد إنها كلها مهمة. بس هو للأسف بعد تجربة بكار المفارقة الغريبة جداً يعني، غنوة الأغاني نجحت جداً ولسه عايشة لحد النهاردة، ومع ذلك ما حدش طلب مني ولا غنوة للأطفال بعد كده. يعني مش ما قدرتش أفهم منطق السوق يعني. بس هو عموماً ما فيش اهتمام. لا بس احنا ان شاء الله يعني يبقى حظنا حلو بقى، وحضرتك يعني نسمع اغاني كتير من الديوان طبعا، لانه جميل جدا انه يكون في كتابه للاطفال، زي طبعا تحقق ان شاء الله النجاح زي بكار كده. من الاغاني الجميله برضو الشتاء، حط الدبله وحط الساعه، وان حضرتك يعني تكتبيها بالمشاعر الجميله دي، مشاعر الراجل يعني بالطريقه دي، برضو الاغنيه دي ما ينفعش نعديها بصراحه. هي الغنوة دي برضو كانت لحن عند منير، وعايزة عليه كلام، وأنا كتبت عليه التجربة دي، ودي تجربة أنا كنت شايفاها قصادي. دي كانت من تجربة حقيقية يعني؟ تجربة حقيقية جدا. هو الإنسان في مرحلة من عمره بنقابل إحنا انكسارات طول ما إحنا ماشيين، فعلق حلمه على الشماعة يعني. أنا لازم مع بداية دخول الشتاء على فكرة أسمع الأغنية دي، يعني بحس كده بيها إن الشتاء خلاص جه. طب تعالي بقى، رغم إن إحنا لسه إحنا بعد ما خلصنا المرحلة، أو مش يعني هي ما خلصتش الحمد لله، بس بعد ما اتكلمنا عن الكينج محمد منير، عايزة أسألك على المخرج الرائع الله يرحمه يوسف شاهين. أعتقد إنك اشتركتي معاه في أكتر من عمل. طب يا ريت تقولي لنا بقى ايه الاغاني اللي كتبتيها للفيلم؟ ما هو فيلم المصير انا ما عملتش غير علي صوتك بالغنى. وبعد كده قويه جدا. وبعد كده هو طلبني بفيلم سكوت هنصور، فعملت اغنيتين للطيفه. بس فيلم سكوت هنصور ما خدش الشعبيه والنجاح اللي اخده فيلم المصير. بس برضو انا مجرد وجودي معاه، اسمي مع اسمه، لو في مفارقه حصل في الفيلم ده، ان يوسف شاهين هو اللي لحن لي غنوه من الاغاني. والله. اني اغنيه هي لطيفه، غنت غنوتين، واحده اسمها انادي والثانيه اسمها بحبك من زمان، هو اللي لحن بحبك من زمان فعلا. طب هل كان بيتدخل في الشغل كتير؟ جدا. انا عارفه ان هو بيهتم بالتفاصيل كان كلها جدا. وعلى صوتك بالغنى دي ما تصوريش انا كتبتها قد ايه يعني، كتبتها كم مره فعلا. عدلت كتير يعني، لحد ما اخر مره كان اعتراضه بيبقى على ايه مثلا؟ الروح اللي هو عايزها، شايف قدامه كلام جميل، بس لسه انت ما وصلتيش انت تبقي هو يعني تقولي نفس الكلمه اللي هو عايز يقولها. فرحت وجيت شويه يعني، بس الحمد لله في الاخر اخر مره اسمعها مني قال هي دي، ومش عايز ولا كلمه تانية. طب الحمد لله. حلو جدا جدا. عايزين برضه نروح لتعاون حضرتك مع كتير من المطربات، زي حنان ماضي، شدي الضفاير، اغنيه رائعه مثلا. مال ماهر. كان وكان في تعاون بتاني مع سيمون ومع انوشكا. سيمون كان في زمان بنوته، انوشكا ازاز بيتك حبيبي. هتتصور قريب ان شاء الله. ريهام عبد الحكيم. وريهام عبد الحكيم
هو انا معظم شغلي كان في افلام سينما وتترات مسلسلات. كان ليه علاقه شويه بالدراما، انا بحب الاغنيه الدراميه وبكتبها كويس. فنجحت في ده فاستمريت فيه شويه. يمكن عشان كده بتعلق معانا يا استاذه كوثر، يعني شغل حضرتك في الدراما والسينما، وجود الفيلم او المسلسل بيخلينا مركزين اكتر برضو مع الاغنيه اللي بتتغنى فيه. هي بتبقى طالعه من قلب الحدث وانت متعايشه مع ابطاله، فبتبقى شويه مرتبطه فعلا، في ارتباط بينها وبين اللي بيتفرج يعني. ايوه بالظبط. حنان ماضي شد الضفاير ما كانتش دراما، هي كانت غنوه في ألبوم اختارها الاستاذ ياسر عبد الرحمن، جالي يسمع مني اكتر من غنوه واختار الغنوه دي بالذات. طب قولي لنا بقى، ايه الاسهل، الشغل مع المطربين ولا المطربات؟ بصراحه الاسهل. لا، هو ما فيش اسهل معاهم خالص، هما الاثنين لانهم بيغيروا رايهم كتير. عارفه هو بيبقى في زي ما يكون في مخهم حلم كده، طبعا حاجه ما هم عايزينها، بس المهم ان حضرتك تبقي قادره تقري افكارهم بقى وتعبري بقى عنها. انا بيبقى عندي دايما، يعني انا معظم الاغاني اللي اتغنت في البومات هي غنوه موجوده عندي انا كتبتها خلاص. فهو بيسمع مني الكلام يتوافق مع حاجه جواه، الغنوه كده اتغنت، لا فخلاص بيشوف حد غيري يعني. ياسر عبد الرحمن اول ما سمع، يعني سمع مني كذا اغنيه، واخر غنوه سمعها هي شد الضفاير، وبرغم انها كانت غريبه جدا هي تقيله، لكن جداً هو اختارها رهيب يعني. وهي على فكره كانت من ضمن اغاني الفيلم، ويسرى مسجلها بسرعه اللي ما كملش اللي بدات بيه الاول. خيري بشاره لقاها في ديواني واختارها لاغاني الفيلم. طب ايه رايك نسمع مركب ورق؟ ريم عبد الحكيم بقى، ما لان كلنا بنحبها الحقيقه. وهي من الاغاني الجميله للاستاذ اكرم مراد. ايوه. يوسف يوسف الغدا جه. اغاني الجميله يا استاذه كوثر بصراحه، يعني فكره وجود شاعره يعني عاده ده ما كناش بنشوفه كتير، ويمكن يعني حضرتك وعدد قليل جدا من السيدات بقى اللي بيكتبوا شعر، يعني ليه ما بنشوفش كتير من السيدات بيقتحموا المجال ده يا استاذه كوثر لغايه دلوقتي؟ بصي، هو المجال مش سهل، هو صعب، وصعب لاسباب كتيره يعني. طبيعه المهنه نفسها انك تكتبي، تشتركي اساسا في عمل جماعي. الغنوة لازم يحس بيها الملحن، لازم يحس بيها المطرب، لازم يحبوها قوي، والموزع طبعا. عشان في الآخر تطلع حاجة توصل للناس فيصدقوها ويحبوها. فكرة انك انت تتوافقي قوي مع مطرب وموسيقي الموضوع ده مش سهل يعني. فمش اي حد بيصبر عليه. ده غير ان اساسا المهنة مسيطر عليها من زمان قوي الرجال، الشعراء الرجال. ما كانش فيه قبلي غير الأستاذة نبيلة أنديل. وكانت زوجة الفنان الراحل علي إسماعيل، وما عملتش غير 3-4 أغاني جمال وحلوين وكل حاجة، بس العدد كان قليل. عليا الجعار كانت في الإذاعة وعملت أغاني دينية برضو، العدد قليل بس برضو كانت اسم معروف. أنا اللي جيت بعدهم بالصبر بقى. بالصبر بقى والتحمل يعني. انا عايزه اكون انا شاعره وصاحبه كلمه. ممكن تكون الغنوه مهمه وجميله وعجباكي، بس هي الشاعر الغنائي غير الشاعر يعني الغنوه اللي انت كتباها بفلسفه بسيطه عايزه توصلي منها رساله واضحه للناس، بتخليكي تروحي شويه في الكتابه لحته تبقي بتحاولي بقدر الامكان تكوني بسيطه. القصيده بتعوز امكانيات اعلى شويه. انت حره فيها، انت مش مرتبطه بحد. الامكانيه دي عندي والامكانيه دي عندي. بس انا علشان ابقى معروفه كشاعره كان لازم اتجه امشي في طريق للغناء يعني للاغاني، واكتب اغنيه زي ما الاساتذه الكبار ما كتبوها. ده كان التحدي بالنسبه لي.
وصبرت على الطريق برغم كل صعوباته. هو اهم حاجه الصبر. ايوه بالظبط. والحمد لله جاب نتيجه. الحمد لله. لا وبعد مني في دلوقتي بنات كتير بيكتبوا. الحمد لله. الحمد لله. المهنه بقى في مهنه ممكن البنت تشتغلها. أيوة. طب الحمد لله. قبلي ما كانش فيه على فكره. لا حضرتك فعلا من الرائدات يعني. ايوه في الشعر فعلا. طب ايه رايك نسمع اغنيه للفنانه امال ماهر؟ اه يا عيني عليك يا طيبه. من احلى أيوة. الاغاني. لانها كسرت الدنيا بجد. طبعا. يا عيني عليك يا طيبة لما بتضيعي مننا، لما بنصحى نلاقينا باينة حد غيرنا. يا عيني عليك يا طيبة لما بتضيعي مننا، لما بنصحى نلاقينا باينة حد غيرنا. وبعز الاحتياج لا حضن يضمنا، وبعد الاشتياق لا حضن يضمنا. قادرين ازاي ندوس على قلب حبنا، وبقينا ازاي كده. يا عيني عليكي يا طيبة. والله يا عيني عليكي يا طيبة. لو هي اخر جزء في الغنوه دي، اصرخ مهما تصرخ ولا حد هيسمعك، مفيش مركب هتقدر بالعمر ترجعك. الله. فهي لا غنوه جديده، وهي أوي. من الاغاني الدراميه، لانها كانت اغنيه فيلم. صح. خيانه مشروعه. دي حقيقه. دي حقيقه. جميل جدا. جميله الحقيقه. قوي قوي قوي. والاستاذ ياسر عبد الرحمن برضه. تمام. هم الاثنين عملهم لي. بس بصراحه والاثنين كسروا الدنيا. والاثنين كسروا الدنيا. ايوه. والاثنين دراما برضه. بالظبط كده. حضرتك نورتينا. ربنا يخليك. ومتعتينا جدا. ميرسي جدا ليكي. ميرسي. كان معانا الشاعره الكبيره كوثر مصطفى، واستمتعنا الحقيقه بكل الاغاني اللي سمعناها. ميرسي ليكي. نخرج لفاصل ونرجع نكمل بقيه فقرات بتسافر احسن.